وتفيد أيضا معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد، لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مسائله، والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقعوا في الشرك. ولهذا تعلمون في حديث ابن عباس الذي في الصحيح صحيح البخاري لما عبد الصالحون من قوم نوح قال ابن عباس في إشارة عظيمة، قال لما اتخذوا صور أولئك الصالحين جاءهم الشيطان إلى آخر القصة، حديث عطاء عن ابن عباس قال فلما تنسخ العلم عبدت، لما تنسخ العلم عبدت. ففي قوله تنسخ فائدتان، الأولى أن العلم بعد وجوده قد يذهب وإنما يذهب بإهماله، والفائدة الثانية أن قوله فلما تنسخ العلم يعني ذهب شيئا فشيئا، يدل على أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس وإنما يذهب شيئا فشيئا، لأنه يتنسخ، ما ينسخ ما يرفع فجأة، ولكن يتنسخ شيئا فشيئا يزول لإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم. قال تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل، فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كما يحصل وترون ذلك من بعض الجهلة من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيظوا وقاموا وقعدوا، وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا فلا يتحرك لهم ساكن، فتجد أنهم إذا رأوا أو سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم أو نحو ذلك قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون، لكن الشرك الأكبر بالله كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله جل وعلا، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، أو يقرأ هذا في مجلة، أو يقرأ هذا في كتاب، لا يحرك قلبه لحق الله الأعظم، وهذا دليل جهله ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه، لأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيض قلبه لسلب حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. فمن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا من الكبائر تغيظ، وأما إذا رأى الشرك الأكبر بالله جل وعلا لا يتحرك قلبه، فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمناه، هذا هؤلاء جهلة ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكايده، كما قال الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة، وما تفيد التعلم والتحرك.